ده الذين يقيمون في اسكتلندا وايضا بعض سكان الكومنولث دول الكومنولث وايضا الاتحاد الاوروبي او اللي عندهم يمكن ليف تو ريمين واللي هي اول خطوه قبل ما ياخذوا الجنسيه البريطانيه. على كل الكل ينتظر والسوق بشكل اساسي بتنتظر هالنتائج. ما يجريديني شكرا جزيلا لك. على كل نحن نراقب الستان نراقب الأسواق فعلا اليوم يوم حاسب. نذهب ونتحدث عن أثر هذا التصويت. ماذا يراقب التريدرز بأسواق العملات بأسواق التداول؟ ينضم إلي مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا بك. ما هي توقعاتك؟ الحديث كله بالطبع عن نتائج هذا التصويت. نحن نتحدث عن 10% من اقتصاد بريطانيا وستيرلين هو أهم عملة الآن الواحد يراقبها بالطبع بالإضافة إلى الدولار بشكل أساسي. ولكن أين ترى ستيرلين يتحرك؟ هي yes no question، لكن بالنهاية هناك العديد من التكهنات ولا زلنا نسمع المزيد من الإشاعات منذ حوالي أسبوعين بأن هناك، إن نظرت إلى اسكتلندا أو الصحف التي باسكتلندا، هناك نوعا ما نسبة التصويت بنعم اقتربت إلى ما دون مستويات حوالي 50% أيضا. وهناك العديد من الناس الذين يريدون أو على الأقل بالصحف الاسكتلندية أن هناك رفض للاستقلال. أما إن ذهبنا إلى إنجلترا نرى أنه أيضا التصويت هناك على العكس، أن هناك العديد يريدون الاستقلال. فنوعا ما هي يعني أمر متشابك في الوقت الحالي. الجنيه الاسترليني حتى منذ بداية تداولات اليوم وهو يتداول في نوع من التشوبي تريدنج أو نوع من التداول في نطاق واسع وليس ضيق، شهدنا انخفاضات يوم أمس إلى 62.60، عدنا للارتفاع صباح اليوم إلى حوالي 63.20، والآن أيضا عدنا مرة أخرى إلى مدون مستويات 63. فهي نوعا ما تعتبر متشابكة، لكن فيما لو تم الانفصال بالفعل هناك على الأقل انخفاض لن يقل عن 7% بالجنيه الاسترليني، أي ما يعني أن يكون هناك في نوع من الديفالويشن 7 إلى 10%. هذا شيء واضح أو هذا شيء وارد، بينما فيما لو تم التصويت بنسبة كبيرة لرفض هذا الاستقلال في الغالب ما سنشهد مرة أخرى عودة للجنيه الاسترليني إلى ما فوق مستويات 65، وذلك على سبب مهم جدا أن الأسواق ستبدأ من جديد بتسعير رفع أسعار الفائدة من إنجلترا أو من بنك إنجلترا في ربيع العام المقبل. نور الدين، كيف لازم نلعب فيها الساعات الحاسمة؟ ما هو حديث التريدرز عندكم بالتريدين فلور؟ كيف لازم نكون إحنا متهيئين لأي نتيجة سواء كانت انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة أو بقائها؟ لازم يكون في هجن بشكل أو الأشكال. ما هي أحسن طريقة أو ماذا تقومون به؟ المعظم الان في حتى في التريدنج فلور والمتداولين في المعظم يقومون بتسعير اوبشنز او نوع من عقود الخيارات بستوب او يعني بوقف خساره بحوالي مدون مستويات 60.60، لكن ايضا بنفس الوقت يرون ان هناك الشراء لا زال نوعا ما هو احد الامور المهمه. لكن في نقطه مهمه ايضا متخوفين منها المتداولين بشكل عام، اللي هي منذ العام 1940 الى اليوم لم نشهد اي دوله قامت بالتصويت على استقلالها وقامت بالتصويت بلا او بانه برفض الاستقلال. فهذا الشيء لا زال يعتبر ايضا شيء نوعا ما يخيف المتداولين بشكل عام. الهيدجينج مطلوب على بالنهايه، لازلنا مع الدولار الامريكي ايضا خلال امام معظم العملات العالميه، لكن الجنيه الاسترليني ممكن ان يكون هناك في شراء مع بدايه تداولات يوم امس. لا ننسى انه الارقام سيتم الاعلان عنها او نتيجه في حوالي الساعه 8 او الساعه 9 بتوقيت ابو ظبي او توقيت دبي. هذا الشيء ممكن ان يكون هناك في شراء الجنيه الاسترليني ما قبل الاعلان عن الارقام بستوبات او بنوع من وقف الخساره بحوالي 100 الى 150 نقطه، وايضا الارتفاعات في الغالب ستكون أيضا قوية فيما لو تم الإعلان عن ذلك. أما كما ذكرنا من جديد أي نوع من الانفصال سنكون هناك في مرحلة ديفالويشن للجنيه الاسترليني على الأقل من ما بين 6 إلى 10%. نور الدين بشكل سريع خلينا نتحدث عن الدولار إندكس. احنا شفنا الدولار بيتداول عند أعلى المستويات له مقابل الين في 6 سنين، عندنا إشارة قوية بطبع اجتماع الفيد يوم أمس أعطانا أنه حيطولوا قبل ما يقوموا برفع أسعار الفائدة، ولكن أسون أز يبدأوا يرفعوا أسعار الفائدة حتكون بوتيرة سريعة. أين ترى الدولار يتحرك؟ هل هي حتكون فعلا قصة الدولار إذا ما تحدثنا عن خارج نطاق قصة اسكتلندا؟ في الوقت الحالي طالما هناك جملة مهمة كان الفدرالي ذكرها أنه تيسير الكمي سينتهي في أكتوبر، لكن فيما لو استمرت الأرقام بالتحسن أو فيما لو استقرت النظرة العامة، هذا الشيء نوعا ما يعني يعتبر لدينا مقلق أنه البنك المركزي لديها 6 أسابيع لإنهاء التيسير الكمي. لماذا يجب أن يحذر الأسواق من أي تغير في النظرة العامة؟ لكن في الوقت الحالي هناك مستويات مهمة للدولار إندكس يختبرها في الوقت الحالي أو خلال الأسبوع الجاري. هناك مستويات أو ترند لاين أو خط اتجاه منخفض على المستوى الشهري والأسبوعي.
فيما لو تم اختراق هذا المستوى خلال تداولات الأسبوع الحالي وحتى نهاية هذا الشهر، في الغالب ما سنشهد المزيد من الارتفاعات، لكن من المهم أن نشهد نوع من التصحيح ولو على الأقل خلال الأسابيع القليلة المقبلة نحو الأسفل قبل أن نشهد استمرارية في الارتفاع. لكن التحذير الأهم هو من معدلات النمو التي لا زالت البنوك المركزية حول العالم خلصتها من 4%، وصلنا الآن إلى توقعات وصلت إلى فقط 2.5%. هذا الشيء الذي يقلق في الوقت الحالي، أنه معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري كانت بسبب الانفنتوريز أو بسبب ما نسميه بالانفنتوريز أو المخزونات، لكن بالنهاية المخزونات أيضا لا يعني ارتفاع في السيلز أو لا يعني ارتفاع الكونسومشن أو ارتفاع الاستهلاك. نور الدين بشكل سريع، نعم ولا لا، أنت عاوز اسكتلندا تطلع من المملكة المتحدة ولا لا؟ أنا لا أفضل الانفصال بالتأكيد، لأنه يعني هناك نوعا ما نوع من الإيجابية لازلت أرى أنه بالنهاية ستكون لمصلحة الاثنين معا. أي نعم، موجود النفط موجود بسكوتلندا، لكن لا ننسى أنه ريفانريز بإنجلند. هي عنا مسألة عاطفة ومسألة شوية كومن سنس اقتصادي، وهذا دائما بيكونوا متضاربين مع بعض. أنا المفروض كنت رحت صوت، كنت صوتت أن سكوتلند تبقى within the UK. على كل، نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في AGS Securities، أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة.